السلام عليكم، كيف حالكم وشلونكم؟ طيبين؟ بشروني عنكم. اذكروا الله وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعطيكم سالفه خفيفه ظريفه وان شاء الله انها بتعجبكم. بعطيكم سالفتي يوم ايش اسمه ضبطت لاخوياي كبسه، هم حطيت فيري بدل السمن. حلو حلو. هاليوم من الايام اهلي كانوا رايحين للرياض، حلو، وبيطولون فيه، وانا في البيت الحالي هذا زمان زمان، وفيه عندي ناس من اخوياي يمكن اثنين ثلاثة، دايم ما باستمرار دايم نتجمع عند احد، ويما غدا ولا عشاء ولا نتجمع كذا في الليل. يوم من الايام تطري في بالي، قلت انا خلني اعزمهم لا غدا، انا مو ادق عليهم، السلام عليكم، السلام، الله يحييكم، تعالوا للغدا، ترى غدا بده والجود من الموجود. انا ما نقو وانا اجيب نواقص اللي في شو اسمه من البقاله، وانا اضبط اطلع قدر الضغط، فيه سمن بري حاطته امي في علبه الله يخليها لي، واخذت منه قلاي، هو قلاي اخذت منه وخلص، كشنت وحطيت، قلت بحط دفسان على عفسان عشان الكبسه تخلص بسرعه. ويوم نجح الدجاج وحطيت الرز، ها، وش اسمه، وانا اغطي، وجي في بالي قلت انا ها بزود السمن، دورت السمن ما لقيت، لان السمن البري خلص، والقاني فنجال بعض الامهات الله يهديهم يحطون ايش اسمه الزيت، يصبونه في فنجال قهوه يحطون على الترش، وانا اجي وانا القى ايش اسمه حاجه صفرة في فنجال قهوه وانا اصب. وانا القى الحاجه الصفراء ذي فالفنجان حلو، انا ما اصب، يوم صبيت لا شميت ريحه ولا، قلت بحطها فوق الرز عشان الرز يجي طعم، لو كنت بضبط وش ابا ايش اسمه لا خلص هذا بجيب جمره ولا عشان يصير طعم مندي. المهم حطيت اللي هو جامد، قلت غريبه. صكيت القدر ورجعت لاخوياي، يوم اخذت شوي قعدت حسب له، يوم اخذت يمكن ابو 10 دقائق كذا، وانا العيال تبغى مساعده وانا اقوم، قلت لا 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 خلوكم. انا يوم جيت وطفي عنه وفك الصفيره ولا وش، يوم خلص فك وفكيت لازم ما اشوف رغوه الفيري مو فوق القدر. والله هالبلشة أنا وش أسوي؟ دجاجتين ما هو بوحدة، دجاجتين، أنا ما أنا وش أسوي؟ وهي تطري في بالي، وأنا أمسك القدر بدانيه وأنا أحطه في المجلاة. في الدرج تحت، وأنا أسكر عليه، وأنا أجيب قدر ضغط ثاني، وأنا أحطه، وأنا أقوم، وأنا أقفل باب المطبخ بيني وبين الناس، العيال، عشان لو جاء أحد، لأن أنا قايل في المهم في البيت تحت. وهم هم جايين بس تحسبا، يعني تحسبا حلو. وانا اقفل باب المطبخ وانا اطلع مع الباب اللي على الحوش، وانا اروح للبخاري، قلت عطني حبه ونص بخاري مع رز، وانا اجيبها وانا احطها في القدر، وانا اسكر عليه وانا اولع عليه خفيف. وانا اقصر عليه شوي، ها، وانا اخذ السفره واخذ ايش اسمه والله ما ادري ايش معها، وانا اروح احطها، قلت واصل 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 واصل، وانا اقوم واحد معي اباه عشان يقنع عشان يقتنع، حلو حلو، وانا اقوم واحد معي، قلت ابيك تساعدني بس تمسك لي الصحن عشان اخاف العيش تطيح، وانا جاو طفيت الكيتر وفكيت ايش اسمك في هوا خفيف، وانا فكت وانا فك، وانا اطلع الدجاجه، وانا اطلع، وانا كنت ارس، يوم كتيت ما شاء الله يا طبخك، وياخذ شوي في ما شاء الله تبارك الرحمن، اي ترى جاجر جاجر جير وبصل وذا
حطيته في الدرج اخفيته عشان ما يكون رز مطعم. الشاطه في علب وانا اخذها وانا اصبها في صحن صغير. المهم ياخذ الشطه هو واخذ الصحن ماشي. يوم حطينا يدينا واخذها قلت ها ايش رايكم في الطبخ؟ قال ما شاء الله تبارك الرحمن طبخ مطعم ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم يمدحون الطبخ هنا ما يدرون على المصيبه اللي انا مسويها. المهم تقوي انا بعد الغداء يمدحوني وانا مثل السالفه اللي صار كان الله يكرمكم. يوم راحوا يبقى واحد قطع تعب ليتني ما علمته وانا افك المجله واطلع قدر بوذان انا افك الرغو. قلت هذه جريمتي بس ما انا لا اتعلم احد. حلو شاف الجريمه وقام يضحك ومسك راسه قال والعيش اللي كنا من اولا قلت عيشة مطعم. قال يعني مدحناك مدح بلاش؟ قلت شيء بلاش ربح بين. بس تكفى لا تعلمهم تكفى. ضحك وش اسمه واخذ عندي شوي وراح هو اخر واحد راح. ويوم جاي كم قبل المغرب صير ويتبقون علي انت واعد في طاعة نبي نسوي قصديرة. قلت قدام ما انا اجيب من عندي كذا ولا يجيب من عندك كذا ولا يجيب من عندك كذا. حلو ويوم جينا في البر وبسطنا فرشاتنا وقعدنا نسولف وجاء عاد وقت بنضبط العشاء. قال ما يضبط لنا العشاء القصتيرة اللي عبد الرحمن قال اللي كان معي والله ما يلمسها واللي مسها اني ما اكل منها. قال وش العلم؟ قال ان اكلتوا تراكم تسرون للمستشفى غسيل المعدة. قال وش العلم؟ علمهم بالسالفة وانا من وقتها للحين كل ما قلت الغداء ولا العشاء قالوا السلام عليكم. وهذه سالفتي وان شاء الله انها تكون خفيفه لطيفه يا رب يا كريم يا رب. واذكروا الله وصلوا على النبي وسلام عليكم.